السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. بمناسبة مرور 30 سنة على انقلاب زين العابدين بن علي على بورقيبة يوم 7 نوفمبر 1987 ومرور قرابة 7 سنوات على خطف زين العابدين بن علي من طرف السعودية يوم 14 جانفي 2011، قررت باش نعمل هذه السلسلة توضح ماذا حصل بالضبط في تونس. والذي دفعني أن أبدأ هذه السلسلة هي الأحداث المتسارعة الخطيرة التي تحدث الآن في السعودية، والتي انطلقت بعد التدخل السعودي في اليمن وإعدام النمر اللي عملت عليه فيديو عندي مدة، والتغيرات اللي وقعت أخيرا في السعودية ووصول الأمير محمد بن سلمان إلى الحكم، وأخيرا ما يسمى محاربة الفساد والتغييرات في السياسة السعودية الداخلية. البعض يتساءل، يقول لي شو مدخل السعودية في تونس؟ نقول له مع الأسف السعودية هي كل شيء، مش تتدخل في تونس فقط، وإنما في كل الدول التي هي منتمية إلى ما يسمى أسطورة العالم العربي. وسقوط السعودية يعني سقوط هذه الأسطورة، ويمكن سقوط معها إسرائيل. وعندما نقول السعودية نقول فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، ما يسمى أوروبا القديمة، وأمريكا. هذا الحلف الغربي هو في مواجهة ما يسمى بالحلف الشرقي الذي تمثله إيران ومن وراه روسيا والصين. إذن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي رقعة سترنج كبيرة يتصارع عليها الشرق والغرب بحكومات عميلة وفاسدة وانتهازية، وشعوب مستحمرة ومجهلة غاطسة في مشاكلها المادية والنفسية والإيديولوجية والمذهبية والعرقية والقبلية، ويتلاعبون بها كما يريدون ويسيرونها كما يشاءون من أجل المشاركة بطريقة أو بأخرى في هذه الصراعات وهذه الخلافات الأجنبية. وهذا ليس جديد، هذا الوضع عليه العالم ما يسمى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ قرابة 3000 سنة، وشعوبنا إلى الآن لم تستيقظ ولم تفيق من الغيبوبة اللي عايشة فيها جيل ورا جيل إلى هذه الساعة، ونحن ما نعرفوش شنو قاعد يوقع في بلداننا. طبعا هناك آلاف من الأصوات عبر التاريخ رفعت لكي تفيق الشعوب الساذجة والعاطفية، ولكن أصواتهم مع الأسف لم تصل، يا إما تم إخمادها كليا، أو تم شراء الذمم، أو تم تعتيمها وتمييحها لكي لا تصل إلى عامة الناس. طبعا قبل الوضع يختلف كانت هناك وسائل لمنع وصول المعلومة، ومنها التعتيم الإعلامي والمنع وغيرها من الوسائل. ولكن اليوم مع وجود انترنت، وموجود اليوم ما نطلق عليه شبكة التواصل الاجتماعي،
الوضع مع الأسف لم يتغير بسبب أمرين مهمين. أولاً هو بخل وشح في التوزيع من طرف الأفراد الواعين والمطلعين على الأوضاع من جهة، ومن جهة أخرى تشتت وعدم تنسيق بين رجال التنمير في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وطبعاً في المقابل هناك جهاز قوي على الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي مدعومين بالمال والعاملين يقومون بالتعتيم والحصار والمنع وإخماد أي صوت حر نزيه. كما أن هناك جماعات وأفراد يدعون التنمير والنزاهة والاستقلالية، لهم إمكانيات قوية يخادعون بها عامة الناس ويجعلوهم يتبعوهم ويوزعون لهم على حساب رجال التنمير الحقيقيين، فيتشابه على عامة الناس الأمر ويجدون أنفسهم يؤيدون في عملاء وخونة بطريقة غير مباشرة وبدون وعي، ظن منهم إن هؤلاء هم أشخاص نزهاء وأشخاص أحرار. كم من مفكر وكم من نزيه عاش ومات ولم نسمع به، وإلى اليوم هناك أصوات ترفع لنزهاء ومخلصين ومحبين لأوطانهم، ولكن مع الأسف صوتهم إما لا يسمع أو سمعه يكون محدود جدا ولا يمكن أن يصل إلى عامة الناس. وطبعا لا داعي أن أذكر عشرات بل مئات التنميريين عبر التاريخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن أضرب بعض الأمثال من التاريخ القريب والآن لبعض هؤلاء التنميريين في منطقتنا، مثل عبد الله القصيمي، محمود محمد طه، فرج فودة، سعيد سيفاو المحروق، إبراهيم الكوني، السيد القمني، القبنجي، غيث التميمي، فارس السواح، كامل النجار، شهاب الدمشقي، سامي الذيب، يوسف الصديق، محمد الطالبي، هشام جعيد، مالك بن نبي، وأعدادهم كبيرة جداً. هذم يعني بعض الذي ذكرت في 50 سنة الفارطة فقط، أما عبر التاريخ فلا يعد، ولكن أين صوتهم للعامة؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. هؤلاء التنويريين يملكون كل صفات الإنسان الذي يمكن أن ينهض بشعوبنا، وهي الصفات الأساسية، وهي الانتماء للبيئة والأرض الذي هما منها، يعني ما عندهمش ولا الطرف أجنبي مهما كان، الاختصاص والمعرفة، المصداقية والإخلاص في العمل، والمرونة والوسطية في الطرح والمنطقية. وطبعا أهم نقطة هي الحرية الفكرية وعدم الاحتكار وسماع الآخر ومحاولة فهم الطرف المقابل وليس محاولة فرض الأفكار. نحن في نقاش من أجل التعارف وطرح الأفكار، كل إنسان يطرح الفكرة متاعه وكل إنسان يقبل النقد ويسمع الآخر، وليس هناك تعتيم أو منع لحرية الكلمة أو الفكرة. كما أقول دائما، منع الإنسان عن التعبير لا يمنعه عن التفكير، يجب على الأفكار أن تخرج وأن نفكر بصوت عالي مهما كانت الفكرة، نسمعها وننقدها ونواجهها بكل موضوعية وبكل إنسانية. إذن مبدأ الحرية الفكرية وفتح
المنابر الفكرية هي الخطوة الأولى الذي يجب على كل وطني وكل نزيه وكل مخلص القيام به، وكل محب أن ننهض من هذا الجهل والتخلف والوصاية الأجنبية. يجب التشجيع على التنوع ونشر الفكر التنويري لعامة الناس، وترك لهم الخيار أن يختاروا ما يناسبهم في إطار احترامهم للاختلاف. ويجب على التنوير أن لا يتكبر ولا ينعزل، وأن يشارك بكل تواضع ولا يرفض أي فرصة لكي يعبر عن أفكاره. وعلى الشباب أن يوزع الأفكار دون احتكار ودون انحياز لأي طرف مهما كان، حتى يعلم الجميع أن التنوير والحضارة والإنسانية ليست واحدة وليست شخصية وليست مجموعة وليس انتماء محدود، وإنما هو روح تسري في عالمنا الشمال إفريقي والشرق الأوسطي. حتى تصبح الأفكار التنويرية الإنسانية على اختلافها ظاهرة على الإنترنت أولاً، قبل أن يتم تبنيها من طرف وسائل الإعلام والإذاعات والتلفزات كظاهرة تجديدية فكرية في مواجهة الفكر المتخلف الجاهلي المنحط الذي يعم عالمنا. هي حقيقة لا يمكن أن ننكرها، نعم حقيقة وواقع، على اختلافنا من أمازيغ ومصريين فراعنة ونوبيين وسريان وكنعان وسومريين وبابليين وأكراد وعرب، كلنا ننتمي إلى تاريخ مشترك، تنازعوا علينا وما زالوا يتنازعون علينا إلى اليوم. يجب أن نقرر مصيرنا بأيدينا وننهي هذه الصراعات الشرقية الغربية إلى الأبد. نحن كشعوب هذه المنطقة العريقة والغنية والمتنوعة، مصيرنا واحد ومصيبتنا واحدة. لو أردنا أن نشارك الإنسانية في إنسانيتها، وأتمنى من لهم السلطة والقوة والمال ووسائل الإعلام أن يدعم التوجه التنويري وأن يقترب من شعوبه، لأنه يجب أن يعلم أن الأجنبي لا يفكر فيه، ورأينا ماذا حصل إلى صدام والقذافي. إذن من الأحسن ومن الأفضل أن الحكومات تستيقظ عن نفسها وتعلم أن مصيرها ومستقبلها في يد شعوبها، ليس في يد الأجنبي مهما يقدم لها من دعم ومساعدات وتأييدات. النهار اللي يشوفها ضعفت يخليها تموت وتنتهي ويأتي بغيرها. إذن يجب أن ننهي التدخل الخارجي في دولنا، وأن ننهي الصراعات المفبركة التي أغرقون فيها، صراعات إيديولوجية، صراعات دينية، صراعات عرقية، صراعات قبلية، صراعات حزبية، حتى صراعات عائلية وقبائلية، لكي لا نلتفت إلى أنفسنا ونبقى دائما مرتبطين بجهات أجنبية تدعمنا، وكل واحد يتصارع من أجل السيطرة على ثرواتنا وعلى أراضينا ومحونا كليا. يجب أن نعي وأن نفهم أن مستقبلنا في وعي شعوبنا، مستقبلنا في رجال التنوير المخلصين، مستقبلنا في رجال السياسة المخلصين الوطنيين الذي يفكرون في مصلحة شعوبهم وميفكروش في مصالحهم الشخصية، وميفكروش في خدمة الأجنبي وإرضاء الأجنبي مهما كان. التغيير لا يمكن أن يأتي من الخارج، ولا يمكن أن يكون تحت ضغوطات خارجية، ولا يمكن أن يكون بأساليب أجنبية بعيدة عن طبيعتنا. التغيير يأتي من الداخل، وعلى حسب تاريخنا
وطبيعتنا لكي يكون تغيير حقيقي ومستمر في المستقبل. كفانا تحقير لأنفسنا، كفانا عدم ثقة بقدراتنا، كفانا تمجيد للأجنبي، كفانا افتخار بالآخر. فلنعود إلى أنفسنا ونعود إلى تاريخنا، ولنعلم إن مثلنا مثل أي شعب موجود على هذه الأرض، مثل أي منطقة، وأن تعود لنا الثقة، وأن نبني أوطاننا، وأن نفكر في مستقبل أطفالنا. المهم يعني هذا حبيت نقول يعني بصفة عامة قبل أن أبدأ الحديث في هذه السلسلة عن الوضع اللي احنا عايشين فيه من الناحية السياسية ومن الناحية التنويرية. نحن إنسانيون، ليس أفضل من غيرنا وليس أقل من غيرنا. هذه النقطة المهمة اللي لازمنا نفهموها، ما نحطوش رواحنا خير من الآخرين وما نحطوش رواحنا أقل من الآخرين. احنا كما أي إنسان موجود على هذه الأرض. المهم سوف أنطلق في هذه السلسلة في الحديث عن تجربة شخصية عشتها وعايشتها منذ أكثر من 40 سنة، وهي التجربة التونسية التي في الحقيقة لا تختلف كثير عن أي تجربة لدولة من دول شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط. صحيح أكثر من 70% من اللي يتابعوا القناة متاعي هما من الشرق الأوسط وخاصة من الجزيرة العربية، أما نسبة 30% الذي يتابعون من شمال إفريقيا أغلبهم من المغرب ومصر، أما نسبة المتابعين من تونس هي لا تتعدى 3%، ولكن هذا غير مهم. المهم في العبرة من التجربة، والتجربة التونسية هي تجربة جدا غنية بغض النظر إني تونسي، وهذه التجربة هي التي يمكن أن أتكلم عنها بالتفاصيل، لأن كما قلت عشتها في الواقع ومارستها وأعرفها جيدا. وكما تعلمون إني تونسي أمازيغي مثل كل سكان شمال إفريقيا، وأعتز بهوية الأمازيغية، وهي قبل كل شيء اختيار واعتراف بالأرض الأمازيغية التي ولدت فيها والتي اخترت أن أنتمي إليها، بغض النظر عن الفكر العرقي القومي الذي لا أؤمن به أصلاً. أنا إنسان قبل كل شيء، وأنتمي إلى هوية شمال إفريقية أمازيغية، وهذا كما قلت هو اختيار، كان يمكن لي أن أختار أي هوية أخرى، وبالنسبة لي أي إنسان أن يختار هويته بغض النظر عن المولد وعن العرق وعن اللغة المتكلم بها. كل إنسان حر، المهم يكون مخلص للاختيار اللي اختاره، ويكون يحس إحساس قوي بانتمائه للأرض اللي اختارها. كان يمكن يكون أصلي صيني ومولود في تونس، وأختار أن أنتمي إلى الهوية الأوروبية، فهو خيار شخصي وفردي، ولا يحق لأي إنسان أن يتدخل في اختيارات الأفراد. ولكن أنا اخترت أن أكون تونسي أمازيغي، وهذا اختيار، وأنتمي إلى شمال إفريقيا، وهذا الشمال الإفريقي يمكن أن أربطه بأوروبا وقربها الجغرافي الذي يفصلني معها البحر الأبيض المتوسط. ولكن أنا شخصياً أخترت
أن أربطه بالشرق الأوسط التي تجمعني به ثقافة وتاريخ وارتباط جغرافي في امتداد الأرض نحو الشرق الأوسط. وهذا اختيار شخصي قد يوافقني فيه البعض وقد يخالفني فيه البعض الآخر، وكل إنسان حر. نعرف أن كثير من الأمازيغ في شمال إفريقيا يفضلون التعامل مع الغرب ويعتبرون أنهم أقرب للغرب ولأوروبا من الشرق الأوسط ويريدون أن يقطعون كليا مع الشرق الأوسط، ولكن هناك من يرون ارتباطهم بالشرق الأوسط من الناحية المعنوية والفكرية أكثر، وأنا أميل إلى هذه الجهة. طبعا أنا أعتمد على الواقع والحقيقة الموجودة حاليا، أعتمد على التاريخ المشترك، أعتمد على التواصل من بيننا والمستوى والوضع الذي نحن فيه، كما يقال بالمصري نحن في الهواء سواء. يجب أن نقف مع بعضنا باش نخرجوا من هذا الوضع المتخلف الذي نحن فيه، ومن أجل المشاركة في التطور والرقي والإنسانية واللحاق بركاب الحضارة الإنسانية. إذن سوف أبدأ من قبل الاستقلال من الاستعمار العسكري لتونس، وأكيد أن كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط كانت مستعمرة من طرف أوروبا، سواء إنجليز، سواء فرنسيس، سواء أسبان، سواء طليان، استعمار مباشر أو غير مباشر أو بمعاهدات. المهم كان هناك استعمار في كل مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يدل أن مصيبتنا كانت واحدة ولا زالت إلى يومنا هذا مع الأسف واحدة. ولهذا أنا أقول لازمنا نحط إيدينا مع بعضنا. ارتحنا من الاستعمار العثماني اللي دام أكثر من 7 قرون واللي جعلنا متأخرين الأكثر شيء ممكن، ومنعنا على كل ما هو تطور في العالم، وغطسنا في حروبات معناتها ليس لها أي فائدة، وغرقنا بالجهل والتخلف. وقت انتهينا من هذا الاستعمار العثماني شكون جانا؟ جانا الاستعمار الأوروبي. الاستعمار الأوروبي لقانا متخلفين، منحطين، بعيدين على كل الحضارة والإنسانية. شعمل اسرقنا ثرواتنا، سواء الطبيعية أو ثرواتنا التاريخية، واستفاد منا أكثر شيء ممكن، وخذا منا تاريخنا وحضارتنا وتعلم منها ودرسنا وبحثنا وحاول باش يمحينا ويفنينا، ولكن لم يستطيع. نجم أن يكسب بعض الأشخاص، كونهم على حسب عقليته وجعلهم كما نقولوا احنا خلفاء في المنطقة متاعنا. وقتها شاف اللي وجوده في أراضينا أصبح يكلفه الكثير، خرج من الدول متاعنا وخلانا عملاء تخدم المصالح متاعه وتحقق له كل الرغبات اللي يحب عليها. وهذا وقع في كل المناطق بتفاوت زمني يختلف من منطقة إلى أخرى بنفس الأسلوب ونفس السياسة. حكومات تدعي الاستقلال وهي عميلة للنخاع ليس لها أي حس وطني. الغرب كان ياسر خبير، وهو درسنا وعرفنا وعرف الطبيعة متاعنا وفهم التنوع متاعنا وفهم طريقتنا في التفكير وكيفاش عنا العصبية، واستفاد من كل هذه التجارب والمعرفة اللي عرفها علينا من أجل خلق 3 طيارات كبيرة تكون موالية له بطريقة أو بأخرى وتحت تصرفه، ويمكن أن يستعملها كما يشاء وكما يريد في كل الدول اللي كان مستعمرها قبل ما يخرج منها.
تيار موالي له كلياً متغرب يعمل على محونا ومسحنا حتى نتحول إلى نسخة مطابقة للأصل للغرب تحت سيطرة الغرب وضمن المنظومة السياسية الغربية، أي يقومون بعملية تغريب كلي بالاعتماد على أشخاص موالين للغرب كلياً من بني جلدتنا، يحققون ما لم يقدر الغرب أن يحققه عندما كان مستعمر بلادنا عسكرياً. أشخاص باعوا ذممهم وباعوا شعوبهم وباعوا كل شيء يتباهون بالغرب ويدعون إلى اتباع الغرب ويعتبرون الغرب هو مثلهم الأعلى وإن إحنا متخلفين ويجب أن نتطور ونصبح مثل الغرب. إذن هؤلاء الذي اعتمد عليهم الغرب كان هدفهم هو الدفاع على مصالح الغرب في دولنا من جهة، ومن جهة أخرى سلخنا عن تاريخنا وحضارتنا. طبعا أنا من الجمش ندخل في النوايا لهؤلاء، ولكن يمكن أن هؤلاء كانوا مؤمنين بالفعل بالغرب وكانوا يشوفوا فينا إحنا مش ممكن نتطور أو نتحضر، إذن اعتبروا ذلك هو الطريق الوحيد لكي نتطور ولكي نلحق بركاب الحضارة على حسب رأيهم. ونشوفوا في العالم ما يسمى الإسلامي من الشخصيات اللي معنتها توجه هذا الاتجاه، مثل مثلا ملك المغرب محمد الخامس وبورقيبة وأتاتورك اللي كان أكثر واحد اتجاه غربي كلي. إذن هذا الشق المتغرب نجده تقريبا في كل الدول اللي كانت مستعمرة، سواء في شمال إفريقيا سواء في الشرق الأوسط، طبعا بدرجات مختلفة على حسب كل منطقة، ولكن كل واحد منكم يشوف بلاده ويقارن ويفهم أن بعد استقلال بلاده كان هناك شق ما يطلق عليه الشق العلماني المتغرب الذي يدعو إلى اتباع الغرب وإلى التفتح مع الغرب وإلى التعامل مع الغرب على أساس أنه أساس الحضارة. ولكن الغرب كان يعرف أن هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليهم كلياً، خاصة في كثير من الدول، وهو يعرف طبيعتنا وتاريخنا، ولهذا يجب أن يعتمد على شق آخر. ومن هنا جاء التيار الثاني الذي يطلق عليه التيار العروبي القومي الذي نشأ في الشام ومصر. طبعا لا أريد أن أدخل في تفاصيل إنشاء ما يسمى بالتيار العروبي القومي الذي أسسه شخصيات مسيحية تظهر عداءها للغرب والتشبث بالغرب من جهة، ولكن تدعو إلى هوية غريبة عنا وهي الهوية العربية القومية. الغريب في الأمر إن الدعوة لقومية عربية كان من المفروض أن تقوم في الجزيرة العربية، ولكن لم تقم في الجزيرة العربية وإنما قامت في مصر الذي لها تاريخ فرعوني كبير، وقامت في سوريا الذي له تاريخ قديم سرياني وله حضارة كبيرة. وقادت هذه العروبة هم أشخاص مسيحيين لهم ولاء روحي وديني للغرب الأوروبي، وهذا ليس صدفة. الذي دعا للعروبة ليس مسلمين وليس عرب في الأصل، وإنما أشخاص مسيحيين ولهم ميولات مسيحية من منطقة مصر وسوريا. وانتشرت هذه العروبة إلى منطقة العراق والمناطق الأخرى وخاصة إلى شمال إفريقيا. وهذا المد العروبي الذي كان مدعوم 100%
من أوروبا وخاصة من فرنسا أدى إلى تأسيس الجامعة العربية. وكان الهدف من تأسيس الجامعة العربية هو محو كل الشعوب الأصلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محو الأمازيغ وتعريب الأمازيغ في شمال إفريقيا، ومحو المصريين وإنسائهم في تاريخهم الفرعوني، ومحو السوريين ونسيانهم في حضارتهم السريانية، ومحو الفلسطينيين ونسيانهم في حضارتهم الكنعانية، ومحو العراقيين ونسيانهم في حضارتهم البابلية والسومارية، ومحو السودانيين ونسيانهم في حضارتهم النوبية، ومحو حتى الأكراد في سوريا والعراق وتعريبهم بالقوة. الغرب كان يعلم إن للأمازيغ حضارة وقوة، وكان يعلم إن للفراعنة قوة، وكان يعلم إن للفينيقيين والسريان والكنعان والأكراد والنوبيين والبابليين والسومريين قوة. إذن أراد أن يمحي كل هذا وتجميعهم تحت العروبة فقط، وهو يعرف إن العروبة ليس لها تاريخ. فالهدف من تكوين ما يسمى بالجامعة العربية ليس الجزيرة العربية الذي هما عرب بطبيعتهم، وإنما نشر الفكر العروبي في المناطق التي لها حضارة، وربط هذه المناطق على أساس إنها عربية وإن ليس لها تاريخ أصلا. وتم التعريب بكل الوسائل والدعم الغربي لهذه العملية التعريبية التي تعتبر إبادة لشعوب مثل إبادة الهنود الحمر، بل إبادة فكرية وإبادة عقلية، ومحو شخصية هذه الشعوب لكي لا تقوم لها قائمة. وبدأ الصراع بين هذين الشقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين المتغربين فعلياً وظاهرياً، وبين المتغربين المتسترين تحت شعار العروبة، في صراع طويل أدى إلى ظهور حزب البعث والقومية العربية وغيرها. وهذا يمكن أن تلاحظه في كل الدول متاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونرجع لتونس اللي هي موضوعنا وهي المثل اللي مش نمشي عليه. كما أن في تونس كان بورقيبة يمثل المتغرب الفعلي الذي يريد تونس أن تصبح مثل أوروبا، وبين صالح بن يوسف المتعرب الذي يدعو للعروبة وإلى القومية العربية. طبعا الغرب لم يكتفي بهذين الشقين، الشق المتغرب كليا والظاهر يدعو إلى اتباع الغرب كليا، والشق العروبي المتستر الذي عمل على تعريب كل المناطق الغير عربية، وخلق شق ثالث في منطقة الخليج أو ما يسمى الخليج العربي، وخاصة منطقة السعودية التي تعتبر المنبع الروحي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طبعا هذه المنطقة سوف لا يدعوها للتغريب، لأن يعلم إنها منطقة مقدسة، ولو دعاها للتغريب سوف يثور عليه كل المسلمين. وطبعا لا يمكن أن يدعوها للعروبة لأنها هي في الأصل متعربة، وإنما عمل على زرع فيها وتشجيع ومباركة أبشع أنواع الإسلام التي عرفته البشرية، وهو الإسلام السلفي الذي يعلم إن هذا الإسلام السلفي هو الذي قضى على العصر الذهبي في الدولة العباسية.
فهو درس تاريخ الإسلام كله وعرف أن هذا الإسلام السلفي هو أفضل إسلام يمكن زرعه في منطقة الخليج وخاصة منطقة السعودية، ودعم وأيد ظهور ما يسمى بالمذهب الوهابي، وجند وساعد القبائل العربية الذين موجودين في الجزيرة العربية من أجل الاتحاد مع هذا الإسلام الوهابي والقضاء على كل المذاهب الأخرى في الجزيرة العربية. احنا نعرف ان في الجزيرة العربية كانت المالكية وكانت الشافعية وكانت الحنفية وغيرها من المذاهب، وحتى كانوا الشيعة وما زالوا إلى الآن الشيعة. في المناطق السنية قضوا كليا على كل المذاهب وفرضوا المذهب السني الوحيد هو المذهب الوهابي، اللي هو أبشع أنواع المذاهب الإسلامية التي عرفها الإسلام. ودعم وأيد آل سعود باش ينشروا هذا المذهب وأنه يدعموهم بكل قواتهم لكي يحكمون منطقة الجزيرة العربية ويكونوا خداماً مطيعين للغرب، وفي نفس الوقت ينصبونهم أمراء وأميرين المؤمنين على كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل كل العالم الإسلامي. وطبعاً رغم كل ذلك دائماً الغرب يعمل احتياطاته، منها دولة شيعية إيرانية يكون الملك متاحة تحت تصرف الغرب ما يسمى بالشاه، ويكون هو شرطي المنطقة. وفي نفس الوقت عندهم تركيا الموالية لهم العلمانية التي أسسها أتاتورك تكون تحت تصرفهم. وزيادة على كل ذلك يجب زرع دولة موالية 1000% للغرب تكون فيها أكبر قوة موجودة في العالم، وهي دولة إسرائيل في وسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذن الآن عندكم أمامكم رقعة السترنش الذي سوف يلعب بها الشرق والغرب كما يريد، وهي الرقعة الكبيرة التي نطلق عليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لهذا نقول لكم، يعني نقول للأمازيغ والشمال إفريقيين ونقول للشرق أوسطيين، رانا في الهواء سواء، وإن مصيبتنا واحدة، والخروج من هذه الورطة لا يمكن أن تكون إلا لما نتعاون مع بعضنا كشعوب وكسياسيين مخلصين وكعلماء ومفكرين ومنورين لكي نخرج من هذه الورطة الكبيرة، وإلا رانا قادمين على حرب لا نهاية لها، واللي بش يتدمر فيها هو احنا، رغم ان اكثر من 50 سنة واحنا نخلص الثمن من ولادنا من اهالينا من مناطقنا، وفوق هذاك احنا نتقدم واحنا نوخر، احنا نتقدم واحنا نوخر. لا يمكن ان نتطور ولا يمكن ان نتقدم الى الامام، وهذه الرقعة بتاع السترنش قاعدين يلعبوا فيها اطراف اجنبية. شفتم الاحداث الاخيرة اللي وقعت في السعودية التي تنبأ إلى مصيبة كبرى باش توقع في منطقة الشرق الأوسط، وهذا تنبأ بها الجميع، وكل من يتبع السياسة يعرف هذه الأمور. إذن احنا شعوبنا يا إما تفيق على روحها، يا إما رانا باش ندخل مطحنة أخرى على قد ما شفنا هم، ومزلنا باش نشوفه هم آخر. وخاصة بعد التغييرات اللي وقعت في رقعة السترنش، بعد ما كان ما يسمى بالمد الشيوعي الروسي، الآن بعد سقوط ما يسمى
الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران وتحالفها مع الروس ومع الصينيين وأعداء أوروبا والغرب أمريكا، وتدخل إيران في اليمن عن طريق الحوثيين، وتدخل السعودية في حرب في اليمن، وسيطرة إيران على العراق، وتكوينها لحزب الله من قبل في لبنان، وتحالفها مع سوريا، وظهور ما يسمى بالإسلاميين والإخوان وغيرها من الأمور التي وقعت في مصر وفي كثير من الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كل هذا اللي يقع على رقعة السترنج الكبيرة سوف نجده في تونس مصغر. وعندما تفهم شنو وقع في تونس سوف تفهم ماذا وقع في كل دولة من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكل اللي يوقع في رقعة السترنج هذه الكبيرة، وحدكم وحدكم تو تلاحظوا ذلك. لهذا أنا أخذ تونس كمثل فقط لكي تطلعوا على الوضع اللي احنا فيه بصفة عامة. هذا الكل أنا عشت وعاينت وتابعت مدة تقريباً 40 سنة وأنا نتبع في هذه الأمور. طبعاً أنا لا أؤمن بفكرة المؤامرة الغربية وأن الغرب هو اللي عمل هذا الكل، لا، وإنما أؤمن بشيء آخر، هو أن الغرب عنده من الذكاء والخبث أنه يستغل كل شيء لمصلحته. هذا الكل موجود فينا، لازمناش ننكره، هذه الخلافات المذهبية والإيديولوجية والعرقية والقبلية وكل هذه الأمور هي موجودة فينا، هو مقام كان بدعمها وتحييرها وإظهارها لكي تخدم مصلحته من جهة، ولكي احنا ما تقوم الناش قائمة ونبقى ديما تحت الصباط. وطبعا انا كل هذه التجربة كتبتها في كتاب، والكتاب كمل عنده تقريبا عام كليا وتم تصليحه ممتاز وهو بالفرنسية، ولكن مع الأسف إلى الآن لم أتمكن من إخراجه. اتصلت بعدة دور النشر وكل دار نشر تعطيك سبة باش ما تخرجوش. عندي بعض الوعود متاع دار النشر باش تخرجهولي، ولكن مازلت نستنى، ولهذا نشوف تطور الأحداث وعدم خروج الكتاب، رغم أني يمكن أن أخرج الكتاب PDF، ولكن نفضل أن نخرج ورق أحسن، لأن عندما تخرج ورق يبقى في التاريخ. المهم أنا باش نعمل محاولات باش نخرج ورق، ولكن لو لم أتمكن من إخراجه سوف لا يبقى لي حل إلا نخرج PDF. ولكن قلت باش نربح الوقت، علاش ما نتكلمش على جزء مهم من هذا الكتاب، لأن الكتاب يحتوي على مسيرة متاعي كلها مدة 50 سنة، ولكن فما جانب فيه مهم هو الجانب السياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولأن الأحداث قاعدة تتسارع يوم بعد يوم قلت علاش لا ما نعملش سلسلة فيديوهات نوضح فيه وجهة نظري على حسب تجربتي الشخصية ومتابعتي للأحداث التي تقع في منطقتنا. وهكاك الشباب اللي ما يعرفوش شنو يوقع واللي قاعدين يتبعوا هكاك، لأن ذاكرة الإنسان راهي قصيرة وقليل من يذهب ويبحث ويشوف المصادر ويقارن من بيناتها، بينما أنا هذا الكل عشته ونتبع فيه ونعرفه بالتفاصيل. قلت علاش لا ما ننقلش التجربة هذه للشباب متاعنا اللي موجودين في شمال إفريقيا أو في الشرق الأوسط، لعلهم ينتبهوا للخطر اللي قاعد يحيط بينا وكيفاش احنا عاملين لعبة يلعبوا بينا كما يحبوا، رغم ان منطقتنا بتاريخها وبحضارتها وبأرضها ما نحتاجوا لحتى شيء آخر باش نعيشوا أحسن عيشة، وما نحتاجوا لحد. علاش احنا
داخلين في كل هذه المعامل، لأن مع الأسف اللي يحكموا فينا كلهم عملاء، والشعوب نتاعنا مغيبة ومستحمرة. على كل حال يعني أكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذا الفيديو، والحلقة القادمة باش ناخذ المثل نتاع تونس وباش نحكي شنو وقع في تونس منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وهكذا تفهموا شنو حصل بالضبط في كل دولة من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. أرجو أن توزعوا هذه الفيديو أكثر شيء ممكن، مش مهم توافقوني الفكرة ولا متوافقونيش، هذا شيء أنا أنقله كتاريخ كأشياء عشتها. صحيح هناك أشياء وجهة نظر يمكن توافقوني عليها يمكن متوافقوش، ولكن الأحداث اللي باش نذكرها في هذه الفيديوهات هي أحداث مؤرخة، يمكن ترجعوا للمصادر وتلقاوها، وما نقولش حاجة إلا ويكون عندي عليها وثيقة تدل على القول متاعي. والحاجات الشخصية يمكن توافقوني فيها، خاطر هناك جانب تحليلي لفهم الوضع السياسي وإحنا فين ماشيين وشنو قاعد يوقع، ونحاولوا باش نلقاو حل لوضعنا هذا. ولهذا أرجوكم أن توزعوا هذه الفيديو أكثر شيء ممكن على قدر المستطاع. أنا عمري ما نطلب منكم باش توزعوا فيديوهات، ولكن هذه الفيديوهات جدا مهمة، هي سلسلة سياسية واقعية تتعلق بمصيرنا ومصير شعوبنا في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وكما قلت مصيرنا واحد ومصيبتنا واحد، يزيونا من العرق ويزيونا من العمالة ويزيونا من الافتخار بالغرب ويزيونا من تثبيت العوازم ويزيونا من المحقرانية ويزيونا من الخلافات من بيناتنا، سواء القومية أو العرقية أو الدينية أو المذهبية. رانا ماشيين إلى التهلكة، كان ما نتحدوش وما نتفاهموش ونقفوا مع بعضنا باش ننقذوا بلداننا وباش نبنيوا بلداننا وباش نوليوا بشر كيما بقية البشر، وترجع لنا الثقة في أنفسنا من أجل أن نبني حضارتنا على أسس إنسانية واحترام الرأي واحترام الاختلاف واحترام بقية البشرية كلها، لأن الشيء الوحيد الذي يجمعنا هي الإنسانية. شكرا لكم على التشجيع، وشكرا لكم على التوزيع، ومعاه فيديو قادم، وبسلامة.